أنا الدكتور حسن بدران، أستاذ جراحة التجميل بكلية الطب جامعة عين شمس، ورئيس الرئيس الشرفي للجمعية المصرية لجراح التجميل. رسالتي للجمهور إن جراح التجميل لا يعمل فقط في عمليات الجمال أو تحسين المظهر فقط، طبعا ده جزء كبير وده المفهوم عن جراح التجميل، ولكن جراح التجميل في الحقيقة هو كمان نقدر نسميه جراح الترميم. كلمة ترميم يعني معناها ان هو بيرمم ما هو مفقود من أنسجة الجسم، سواء كان هذا الكلام بعد في علاج التشوهات الخلقية زي الشفة الأرنبية وتشوهات سقف الحلق وتشوهات الخلقية للوجه والجمجمة وكده. الحاجة التانية ان هو بيعالج ايضا التشوهات التي تنتج من الحوادث، سواء حوادث كسور الوش او كسور الجمجمة، كما هو يعالج فقد الأنسجة التي تنتج عن طريق الحوادث، سواء في الطرف السفلي او الطرف العلوي او اليدين. جراح التجميل برضه بيعالج التشوهات الخلقية لقناة مجرى البول، ويعالج ايضا التشوهات التي تنتج عن العلاج الخاطئ للحروق، وهو ايضا يعالج التشوهات التي تنتج عن استئصال الاورام، وهو ايضا مسؤول عن استئصال الاورام في منطقه الوجه وفي اجزاء كثيره من جلد الجسم. ولذلك الى جانب الجزء المعروف والمشهور بالنسبه لجراح التجميل اللي هو بيعمل عمليات تجميل الانف وعمليات شد الوش وعمليات تجميل الثديين وتقويم اصلاح تشوهات القوام، سواء عمليات البطن او عمليات شد الارداف، الى جانب كل هذه العمليات المشهور بها جراح التجميل، فهو ايضا مشهور بعلاج التشوهات التي تنتج عن فقد الأنسجة وفقد الجلد. ولذلك من الصعب أن جراح تجميل واحد يلم بكل هذه الفروع المختلفة لجراحة التجميل، فهناك من يتخصص في جراحات الجمال تجميل الوجه عن طريق الحقن زي البوتوكس والفيلرز وحقن الدهون وشفط الدهون. فاحنا عايزين نعلم الجمهور ان الى جانب كل هذه الحاجات اللي بيعملها جراح التجميل، وبرضه بيعمل حاجات ترميمية، وهذه هي رسالتي إلى الجمهور، وأشكركم جزيل الشكر. دكتور حسن بدران.